السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي طبخ. اليوم جيناكم بوصفة رائعة، مقلوبة سنيوة، مقادير مضبوطة، وصفة ناجحة 100%. إن شاء الله تجربوها وتلقوا نتيجة رائعة لهذه الوصفة. وش راح نحتاجوا؟ نحتاجوا 250 غرام زبدة ذايبة، ذوبوها، من بعد نقصوا الصباع من هذيك الزبدة نعوضوها بزيت. ذوبوا 250 غرام زبدة، من بعد نقصوا منها الصباع وهذاك الصباع نعوضوه بالزيت. نحتاج الى مغرف خميره كيميائيه، نحتاج الى قرصه ملح، نحتاج نصف كاس فارينه، نحتاج الى كيلو ماء وما زهر نعطيها لكم، نحتاج الى سميد. السميد تاعنا ما يكونش رطب وما يكونش احرش، سميد متوسط. دوك نفوتوا لطريقه التحضير. راح نبدا بالسوائل، نفرقوا الزبده، من بعد نزيد كيلو الكيلو تاع الماء وما زهر. هاي ليكم نص نفس كيلة الزبدة نفسها، بعد نديروها ما هو مصهر. خلطوا السوائل مليح، نضيف هذيك الرشة تاع الملح. بعد ما خلطنا الزبدة مع الكيلة تاع السمن، الكيلة تاع الزهر عفوا، والماء، نضيفوا الفارينة. بعد نخلطوا مليح، نخلطوا هذا مليح. من بعد ما خلطناها مليح، الان نبدا باضافه السميد. كما قلت لكم انا ملاحظه ما قدرتش نعطيكم بالضبط السميد، بيسك السميد راح نشيحوا بها السوائل. نضيفه تدريجيا، نضيفه المغرف هذيك تاعنا تاع الخميره ونخلطه. مازال نضيف كما قلت لكم، نضيف السميد حتى نشيحوا العجينه تاعنا. هاي ليكم العجينه تاعنا بعد ما شيحناها. العجينه تكون طريه يعني سهله، تقدري تخدميها فاسيلمون. درك العجينه تاعنا نخليوها تروبوزي على الاقل ساعه، بعد نروحوا الحشو تاعنا، بعد نعاودوا نتلاقاو. هاو ليك الحشو تاعنا. انا بالنسبه للكاوكاو درت 3 كيلات بهذا العبار، 3 كيلات كاوكاو بنصف كيلة تاع سكر، السكر العادي، سكر الحشين. هاو الكاوكاو كيفاه يكون ملحي، مش ارطب خلاص ومش خشين. نخلطوا درك السكر مع الكاوكاو مليح، بعد نبلبل. بعد ما خلطنا هذاك السكر مع الكاوكاو، نضيفه مغرف تاع فاني تاعنا، حرك مليح. بعد نبلوه بالماء زهر، والماء زهر ما نحطوش بزاف، نروحو غير بشويه. بالنسبه للبلول غير بالاصابع، غير هكا، غير نروحو غير بشويه، باسكو ديجا حنا عندنا الكاوكاو تمتم مع السكر تمتم يشرب. نزيدو شويه مازال. هاو دوك الحشو تاعنا راه مليح، منزيدولوش، هكذا نخليوه يروبوزي شويه ونروحو نجيبو البلان ونبداو نخبزو. هاو البلا تاعنا تاع اليوم راح نستعملو. انا ديجا دهنت البلا تاعي، كنت دهنته بشويه زبده، اللي حاب ما يدهنش مش لازم، بس كي ديجا السميد تاعنا بس مليح، المقروض نورمال ما فيش اشكال سواء تدهنوا ولا ما تدهنوش. انا بقات لي شويه زبده حبيت ندهن البلا. دركا نبداو نخبزو. هاي العجينه تاعنا بعد ما ربوزات ارتاحت مليح، دركا نقدروا نخبزوها بسهوله جدا. دركا نخبزوها في البلا وما نديروهاش خشينه، نديروها شويه رقيقه، باسكو ديجا رانا حاطين فيها مغرف تاع خميره كيميائيه. هذيك المغرف تاع الخميره كي ندخلوها طيب راح يعطيها فوليوم، ونزيدو نضيفو لها الحشو ومبليس نزيدو خبزه من الفوق. على هذه ماشي مليح كي تكثروا السميد بزاف، ما يجي لي الكو تاعو، ما احنا حابينها اصلا يبان الكو تاع الحشو مع العسل اكثر. هاي الخبزه تاعنا بعد ما خبزناها، دوكا نجيبو الحشو نزيدوه من الفوق. هاوليك الحشو تاعنا بعد ما حطينا فوق هذيك الخبزه تاعنا، دوكا نروحو نخزو الخبزه الثانيه ونحطوها من فوق. هاي الخبزه تاعنا الثانيه، انا كنت فتحتها
على كيس بلاستيكي، إحنا بهجينا طريقة سهلة بنحطوها من فوق الحشو تاعنا، نروحو نحطوها ونعود نعاودو نرجع. هاي الخبزة تاعنا بعد ما خبزناها دوكا نقصوها وبعد نعاودو نرجع. هاو القرن تاعنا بعد ما قصيناه، انا راح ننقشو شوية بهذا النقاش هكذا للتزيين فقط. نعاود معاكم واحدة هكذا، هكذا نزيد نعاود واحدة. نروحو نكملوه كامل وبعد نعاودو نتلاقاو. هاو المقروض تاعنا بعد ما نقشناه كامل، دوكا نروحو نزينوه كامل تاع اللوز وندخلوه يطيب. هاي السنيوة تاعنا بعد ما زيناها باللوز دوكا ندخلوها طيب على درجة حرارة 180 درجة. هاد المقروض يطيب في قلب اللوز، نخليو المقروض تاعنا يطيب، كي نشوفو حمار هكذا على الحواف نعاودو نشعلوه من الفرن من فوق، دوكا نفوتو يطيب بعد نعاودو نرجعو. ها المقرو تاعنا بعد ما عسلناه ديجا نشوف في العسل تاعو، نخليوه يبات هكذا في العسل تاعو 24 ساعة، بعد نقصوه ونتلاقاو في صحن تقديم ان شاء الله. ها المقرو تاعنا بعد ما طاب دركا نفوتو العسل، نديرلو شوية عسل، العسل تكون عاقدة وهو سخون ديغاك، نصبو عليه العسل. هاو المقرو تاعنا بعد ما قصيناه، صدقوني منظر رائع وبنا أروع، وصفة تقدر تنجح لأي شخص ولو حتى المبتدئات. قيدوا برك بالنصائح والمقادير اللي عطيتهالكم، مقادير مضبوطة جدا، إن شاء الله يا ربي تصلح لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. إن شاء الله تعيدوا بالصحة وهنا ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله يا ربي. عجبتكم الوصفة ما تبخلوناش باللجام، ما تنساوش تدقوا على الجرس وتشتركوا في القناة. مرحبا بكم في قناة حبيب الطبخ، ونتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله.